فسر لنا شو الموضوع غير وجع الراس شو فيه يعني شو فيه كمان برنامج شيء يعني ما بسوي فيلم عن وجع الراس طب الأجانب شو بخصهم في وجع راسك يعني أو وجع راسي أنا فرضنا أي شيء يعني مش موضوع مهم عمرك فكرت رائد أنت بتدخل الملل ولا الملل بيدخل لك أنت بكنك أنت بتروح على مساحة الملل ولا فعلا الملل بيدخل على مساحتك شو بتفرق هاي ما بعرفش عم بسألك لأنه أنا سمعتك عم تحكي وبدخل بحالة ملل هلا أنا في براسي إشي فلسفي إذا بدي أتفلسف شوي هذا المطلوب في الفترة الحالية مطلوب كل قضاياك الفلسفية تطلع الأسبوع اللي مرق كان في كتير مواضيع اللي أتعبتني شوي حابب تشاركهم جزء منها؟ على ما يبدو أنا طبيعة المجموعات مش كتير بتناسبني يعني مش عم بحاول بس مش عم تزبط معي متذكر؟ مش متذكر رائد امك كانت عم تستناني على الباب تعزمني على قهوة الوالدة؟ اه يا سلام بجوز والله مش متذكر مش متذكر رائد والله ما متذكر رائد انا ما في جواي مارد وحامل عصاي بالتالي بضرب في المرض هاي كوتي اصدقائي رفاقي زوجتي اخوتي اهلي بنتي ما بعرف ليش طلعت تتذكر لما غسان انسجن؟ لما أجوا بالليل ويخابطوا على الباب زي المجانين وصحيح أخذوه هادي ولا بنساها من مخيلتي نهائياً لأنه أجوا على الباب الحديد الكبير هذا وبكعاب البواريد خبط 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 فصحينا كلنا زي المجانين هادي أنا مثلاً من الأشياء اللي ولا ممكن أنساها بس نسألك سؤال هل في مجال أنا أتحدث عن حريتي الشخصية؟ هل بظل المجال وانا اتحدث لما اتحدث عن حريتي الشخصيه وحريه بلدي وحريه شعبي ضايعه بس في مجال احكي بس عن حريه شعبي وشو حريه بلدي وحريتي الشخصيه انساها بعض الاحيان كان المفروض ينفرض علينا